بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد الشريدي، استشاري جراحة عامة وجراحة مناظير وسمنة، قادم من بريطانيا. انضميت إلى مستشفى أنوسة الجديد بالكويت، ومجال خبرتي في جراحة السمنة يتمثل في استعمال البالون بالإضافة إلى الأدوية، وكذلك تدخل جراحي بتكميم المعدة وتحويل المسار. هذا بالإضافة إلى خبرتي في مجال الجراحة العامة والجراحة المستعجلة وجراحة الحوادث ومجال الجراحة العامة مثل المرارة وإزالة الحجر من القنوات الصفراوية وجراحة القولون بما في ذلك الأورام والإنسداد وجراحة الأفتاق بأنواعها بالمنظار وبالفتح العادي، وكذلك الجراحة المعقدة للأفتاق الكبيرة لجدار البطن وإعادة تركيب جدار البطن جراحيا. يسعدني استقبالكم في مستشفى المواساة الجديد بالكويت. مستشفى المواساة الجديد، نرعى الأجيال.